الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا إله جينا جيدا مسلمين نوصوا كل مي بيوديس أما قرياشيس مركان أو المعرتان كهاجرني دور بلاد كذب إله جينا نوصوا علي أيان معرتا أمهد علينا وهي إله قريس نقفي جي أو نقهاجري أو أمراشي أجرهين كأنا إن إله سبحانه وتعالى أو كدقه ولا ما أركن لما مغلين إن إله إلهي كدقه بلد كان بلاد المسلمين تيجوا عالم كدن إله إنه كقاضه إلا إن عالم كدن أسكو حرين يا إله أنا كقاضه إله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه أوديس أسقى كأنه هذا أسقى أفكس قرنا إله أنا كقاضه قريس إلهي نجم في جيو قريس إلهي نجم في جيو قريس إلهي نجم في جيو أنت كذب دعاء إن شاء الله تعالى موضوع وقصة أبسنية هاي أيام بركيسن هذه هاد أوين إلهي أكتس قيمك له عند المسلمين أنا قيمك له أي فود نقصه هايو عشر ذي الحجة عشر الأول من ذي الحجة طبعاً كبري أوه ريسو بش ذي الحجة ما أنت لبيك وحدها هنا أنجرين أو خارج كيمانا سعودي خارج كيمانا أيضا نجرين تاريخ دو واحد لصوم رين أين هن إله يقول جيس إن ما أرتلو ويا وما أنت واحد لبيك اللهم لبيك الإرادة وحس عيد كبح سن إنا إمامان إمام ويان ومصيبة إله نقد القاضي أيام هاس أيام كجرنا أي فود نوصو هايو أيامه فضل بنات إله سبحانه وتعالى كدارتي وينانت إيه فضل قد أي لاله إله كدارتي وح الله كدارتين ووح وين العظيم لا يقسم إلا بعظيم الله عظيم كيكو ما دارتو إلا وحوين قيمة إيه أغمار تقدر إيه شرف أكتس كلها أمو كدارتا إله ولي والفجر وليال عشر ليال العشر وحلوه سري عشر الأول من ذي الحجة أي جمهور العلماء مسلمين أي كفة سري المفسرين من كثير سيدا صونا قلنا يا هنا يتهي عشر ذي الحجة طبنك بري إلهي كدارتي ليال عشر لا يا لذا عشرة بينها طبعاً كله وطبعاً كوه ريسو بشد الحجة إلهي هن جارسية أيامها أصفاد جيليهن أيو قصة بسنية هاي مار تأخذ منها أي قصة بسنة هاي أفك مارك مؤمن كأو حال روا أيامها أصفود نقصة هايو إله ويني رسول كسي ويني فضل قادة أمار ترسولك عليه الصلاة والسلام وح أقول ما إني جرين عمل صالح إلهي لو قلوا أيامها عملك لقبت كفضة بدن إلي نجري النبي عدي صلى الله عليه وسلم أيامه أي فود نغسو هاي أو نارته أو نوغه حرسنت هاي دور بري أفك مرك حال رب المسلم كأه فرصدان غالي كأه وحول بمرأة يسوغ ليه أعماش وناكسن حليها يسوغ ليه هاي أي كمية هاي عشر ذي الحجة أيامها سإلان كفا إلي سنو aan ka maarta amaash wanaagsan aan ka faa'iideysano taqbiirti iyo tahliilki iyo quraan akhriski iyo sadaqooyinki al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari sunnah harsitaanki soonki acmaalo far badan ayaa la jeeyay ummahatul a'maal kulliha qad ijtama'at fi hadhihi al ayyam amaash hooyoyinkooda iyo asalkooda dhan ayaa ayaamahan ku kulmay salaadi miya tirahda soonki miya tirahda صدقني مئة تيرة هذا حجك مئة تيرة هذا أمارة تكبيرتي تهليلك مئة تيرة هذا كل واحد كل من أيامهن أيامها مركة وفق مؤمن كأه وحوينا وكفى إديستا فرصة وكفى إديستا وكجر بصدق أمارة كغني ميستا سداسا نجوب هني هي وحيالا نجوب إديسين إن أمارة إن قصة قابلنا أيامهن فود نقصه هاي إن المرت قابل نقصه دوينه بدكوات التوبة إلى الله إن إلهي أن أتوب كأنه
إلهي أنو صار نغنو غلط كي إحماتي يواهي أن كل حجر نان إن كصار نغنو سيد إلهي نوغي يري توبة لما أنت ولي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لما أنت إلهي أصول الله تصد أولي من تان إلهي الله سبحانه وتعالى مد اللبات أن كسو دويني نو قوان أدك إن أيامها كفا إذي سنين وإن أنقرنا قوان أدك أيامها فرصدة إن يكسو مريدون تو إنك الله أعلم إن الدذال ليراد طاعد إلهي إن مارت لإيماني سوى إن قوان عزيمة نوعس إن لإيمادة مد سدهات إن الوسو دويني رو أيامها البعد عن المعاصي إن لقفوا هذا معاصي إذا الدنب إيه قلاداتك حما تذا إن لقفوا هذا صدع يا ما كلام الله قف قانه ما بقول سي جرتب حليها عماش وناقصن إله إلا الله باي ها إن المرك أتكفى إذا شتو فقاش أتكفى قاني شت وح الله وح إله عرديس كيناي إله ما أرتا لو قف قانه إن أتكفى كديراتك أو كيف قالت يا لوبا هي هي وح على وجه إلهي كود وين هي نات كود يراشو أنت سوا وحيال على وسود وياي كم يتهاي فضق أي لا ذا عشرة ذي الحجة فاب إله كود أرتي والفجر والليالي العشر إله واحد كاب كود أرتي أيام معلومات كأه نحذ هذا إلهي ذكر جس الجدائي وي صد إلهي كوشا في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إله إنا إمارة حسان أيام معلومات أو لقرنا يو ترسن أيام معلومات كأمرك علماء وحي كفا سرين عشر ذي الحجة جمهور العلماء ساسا يكفا سرين نبغان حمر خاتي كعي أيامها انفضغ إليهين السقابة مرخاتي فري أولي هي فضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة ولي قيل وما ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب أيامها أو أيام العشر واحد ما يمله ويري عمل وناسنا أيامها لقبتي عمل كلا أولئك ما بجروا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة iyo soonkii iyo zakadii iyo maarta xajkii iyo cibaadada aad sameeyso iyo tahliilkii quraan akhriska ayaamahan aad sameeyso amal kale ilaahay loogu dhawaado u dhigmay maba jiruu leey nabiga naxii salaatu wasalaam hatta wa hal rijihad fi sabilillahi oo ilaahay diintiisa loo dagaalamo hatta maarta amalka ayaamahan la sameeyo uma dhigmiya ayaa la weydiin nabiga hatta wa hal rijihad fi sabilillahi hatta uma dhigmay ofki jihad aad soo laabto asagoo nabad qabo waxa ka fada badan ninkii ayaamahan oo ma arta amal wanaagsan leey maala ka fada badan u leeyahay amalka ayaamahan la qabtay ayaa ka fada badan illa qof asagii naftiisii maalkiisii buu waxba aan soo noqonin ma ogi midkaas un baa ma arta lama noqon karin u leeyahay nabiga naxii salaatu wasalaam ayaamahan waxa ku jira yoomu arafa yoomki ilaahi subhanahu wa ta'ala samada adduunka ku soo degay أو لا يا أدم هيدا فيري أني درادي دايوين مادن أيوة بس أسيسن أيوة مارت بوري سنو أو كي مادن ميلف فوق مالك إله سبحانه وتعالى أنت مضى نار كحريني أيا كجرت يوم عرفة أو مالك السقالات أو حجيت أي تاجيهم بنانك عرفة أي تاجيهم يوم الحج الأكبر إله يكون مقاوي يوم الحج الأكبر الوم مقاوي يوم مغفرة الذنوب وي يوم كس مالك الدنبياء إلهي دافع يوي يوم العتق من النار ومال النار تلسكو حريو أيامها هنا يكون جرتا عشر ذي الحجة أي يكون جرتا وإن مركة أنكفى إلي سنة فرصدا ما ارتفود نقصو حيسو يو فيها يوم النحر مالك تبنات يوم النحر أو حولها لقورا عيدا أيامها هنا يكون أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر يلي نبينا عليه الصلاة والسلام يا أيامها كوين إله أكتس يوم النحر يوري مالك دون دوقة هلا لقورعي هي يوم القر مالك لبعض كحك توي ما هي لي لاجتماع أمهات العبادات فيها عبادينك هو ينكر أي كل مي وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره يوري مرك إخواني
ayaamahaas ilaahayna gaarsiiyay ninkii ilaahay gaarsiiyay fursad way fursad qaaliya way waa fursad dhahabiya way qofka muuminka inuu ka faa'iideysto la rabo ramadaankii waa soo dhaafay fursay ahayd ninkii ilaahay waafajiyay xashiya ilaahay hadana ku daba xijiyay ayaamihii xajki ayuu ilaahay ku daba xijiyay oo ma arta هذه الأيام العشرة أي إلهي كذا بحجيي مركو وفرصة إلهي هدون سو جارسيو إلهي أنا جارسيو وحن كتو جنين إلهي أنا جارسيو هذا أنا وافجيو أعمال وناس أعمال وناسين إلهي نور ويسين إلهي نوافجيو إلهي نور زغ إلهي كتو جينا فرصة داس أنك في إيدي سنو إن الله صومه دتك قار سي سمين جرين توم كبريبا مالك تمنع أو مارتا أو صومك أموي عيد أموي أنت كلا قفك كلا إنه صومه إلهي هذا قبوب حقاي أو قبوب إلهي نسيه هدي أذكري ويسنا مالك سقالات يكون دافن قال الله بس ندم بيقول إلهي كون دافين مالك سقالات عرفا يكون دافن هدي أيامها كلا أذكري ويسنا مالك خاص يكون دافن إخوة الإسلام والإيمان إله سبحانه وتعالى توفيق الله نوافجيه فرصة داس أنك في إذا يسنا قال لك عماشة ما أرتسي سدفاي تكون دافتها نعمة الله ما قرتو إلا بعد زوالها إلهي نعموين كيسي كم يتهي أيامهان إيو مارتا بلاهان إيو ومبارك آه وإلهي نصو مرنا يو إلهي نصو قارسنا آه ونعموين كإلهي لما نقرتو إلهي هنو وافجية مركا ندافتون بلا قرنا يا مركا تراويه ويني مساجد أن ويني وان أغاني إني مساجد وحايين داد كي أو مقالة إسلي جوغي أيام مارتا وحايد نقدين داد غرباء داد غريب أهو مارتا سفر كي ما أيام مارتا أيام نقني bulshada waxay u ahaayeen masajidaha waa la ogaaday ya markii horena ma ogeyn masajidaha waxay ahaayeen qiimahooda agteen waxba kama ahayn marka aan ka faa'iideysino fursadaana qaaliga ah ilaahi tawfiiq allah aan waafajiyo khayr allah aan waafajiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala udurkan oo ummada dhan maarta halkeeyay oo maarta oo rafaadiyay caalamka dhan ilaahi naga dul qaado ilaahi caalamka dhan allah ka dul qaado caalamka dhan ilaahi ka dul qaado ilaahu caalamka dhan ka dul qaad إله يوم مارت جيس أفريقيا خاص عن إله كدل غات إله كينيا كدل غات إله سومالي كدل غات إله إثيوبيا كغات إله ميلان جون نبي إله مارت بحال كان أو مارت أو دم بيجين السبب تد إله كوكاني إله يو هنوقف سن إله دم بيجان هذا فيرينين إله مدة دون مارت كوريال إله مسلمين تس خاص 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 عن إله كوريال أنت أسيبين إله يوم مارت كعافي أنت قدمتين إله أجر الشهيد إله سيه إله أنت قدمتين أجر الشهيد سيه إله دم بجانا ضعف إله دم والد كان ضعف إله جوري هذا سي أصو قال لي مأوجي سأو بحن إله نذكره إله جوري هذا أصو قال لي مأوجي سان وعرنا إله نذكره إله ما أرتا وحي إله ما أرتا نقفي جن لها جوري هذا إله نذكره إله نقب بعدي ألا صل وسلم على البشير النذير فقد ما ركن الله في كتاب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم قوموا إلى